بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات، عسى أن يشفعه الله فينا يوم القيامة، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا ببركة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، وأن نكون في رفقته صلى الله عليه وسلم عند مليك مقتدر. وصلنا في سرد السيرة النبوية الشريفة إلى العقبة الثانية في سنة 13 من بدء النبوة في مكة، وقلنا إنه بعد انصراف الحجيج عرفت مكة بخبر هذه البيعة، فسألوا عبد الله بن أبي عنها فأنكرها، لم يكن يعرف، وكانوا سيعينونه ملكا في المدينة وكان كبيرهم، إلا أنه لم يعرف. وبعدما انصرف اليثربيون أهل المدينة من الأوس والخزرج تأكدوا من صحة الخبر فتتبعوهم وقبضوا على سعد بن عبادة وضربوه وأرجعوه مكة، فأنقذه من أيديهم المطعم بن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية أخو أبو سفيان. وسافر سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، وكان سعد يحمل في نفسه هذه الأذية التي آذاه بها أهل مكة من غير سبب ومن غير حق، وكان سعد من أقوياء العرب، متين كده زي سيدنا عمر، وكان سعد ابن عبادة له ابن اسمه قيس ابن سعد، أخذ من أبيه قوة الجسد وزاده الله بسطة في الجسم كمان، فكان إذا ركب الفرس خطت قدماه في الأرض. يعني لما يركب الفرس كده رجليه تحصل الأرض، طب إزاي؟ حاجة طويلة خالص كده، يعني 280 سنتي. قيس ابن إيه؟ ابن سعد. ومن قوة جسده وكده جعله النبي صلى الله عليه وسلم على شرطته. مين يعني قائد الشرطة في المدينة اللي هو الأمن الداخلي؟ قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد بن عبادة. مؤهلات القوة حينئذ كان ليها حاجة كبيرة أوي في الجسد، يعني الكبير ده قوي الجسد ده يعني إيه، يبقى برضو في الأمور العسكرية وكذا له السلطة. هنشوف بقى هناك في فتح مكة ماذا فعل سعد بن عبادة وماذا فعل قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة، لأن سعد وهو زعلان من أهل مكة بصلهم كده وقال لهم ها ايه رأيكم؟ قد احنا جينا اهو، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة. أبو سفيان سمع الكلمة أو حد نقلها له راح يجري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له سعد بيقول اليوم يوم الملحمة، يعني هيبقى الدم للركب ولا ايه؟ فقال كذب سعد،
سعد أخطأ، كذب يعني بلغة قريش أخطأ. اليوم يوم المرحمة عليه الصلاة والسلام، عالج الأمور خلصها في لحظة، يلا ندخل في نزاع وفي حساب وفي كذا، انت غلطان؟ لا مش غلطان. قال اليوم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طلقاء. حل المسألة، فدخلوا في دين الله أفواجا وبدأوا صفحة جديدة. مين عرف الدرس ده؟ مانديلا. مانديلا ايه؟ مانديلا عرف الدرس ده، فلما عمل الثورة في جنوب أفريقيا قال دي حاجة بسيطة، المصارحة والمصالحة، المصارحة والمصالحة. الله، ده بيقرا سيرة ده ولا ايه؟ ده كأنه بيقرا سير. يبقى ايه؟ الواحد بيحزن ان اصحاب الكنوز لا يستفيدون منها، ولكن بيفرح من حتة تانية انه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين يستفيد منه كل احد. المصارحة والمصالحة عملها مع أهل مكة وخلصوا. المهم نرجع مرجوعنا، لأن الوثنيين بتوع مكة شافوا الناس دي وقبضوا على سعد وأطلقوا سعد، وسعد مشي بعد ما ضربوه علقة ملهاش لزوم رضي الله تعالى عنه. بعد كده احنا بقينا في كام دلوقتي؟ قيمة 20 الحجة وال 25 الحجة سنة 13 بدأت الصحابة تهاجر. شافوا واحد كده طالع مع أولاده، وحصل ايه؟ رايحين فين دول؟ شافوا واحد تاني، واحد تالت، بدأت الحكاية ايه؟ تزداد. فبدأ الصحابة في الهجرة بذراريهم، بذراريهم يعني ايه؟ الذرية الصغيرة، وبأموالهم. قبل كده بسنة، احنا دلوقتي بنقول الحجة سنة كام؟ 13 من النبوة، من بدء النبوة، احنا لسه الهجرة. قبل كده بسنة، ادي لكم امثلة، كان سيدنا ابو سلمة اللي هو هاجر مع زوجته أم سلمة أم المؤمنين فيما بعد، كان متجوز أم سلمة، هاجر إلى المدينة. يعني الهجرة بدأت بعد العقبة الأولى، والنبي عليه السلام بعت معهم مصعب ابن عمير، وأبو سلمة خد بعضه. أبو سلمة لما جه يمشي جم القبيلة بتاعت أم سلمة، أنت راح فين وأنت كل شوية تطلع بنتنا وتمشي بيها في الدنيا كده؟ قال لهم مراتي وهي عايزة كده. قالوا لا ما نعرفش الكلام ده، سيب مراتك أخويا وامشي أنت. قال لهم الأمر لله، أمشي. فخد بعضه وهيمشي، فالعيلة بتاعته اتغاظت من العيلة اللي هم مناسبينها، من عيلة أم سلمة، عيلتين، عيلة أبو سلمة وعيلة أم سلمة، أبو سلمة وأم سلمة متجوزين ومخلفين ومسلمين، هما الاتنين أبو سلمة وأم سلمة. أبو سلمة هيهاجر للمدينة، عيلة أم سلمة قالت له لا سيب بنتنا، ما تمشيش معاك في البلاد كده وتبهدلها، تطلع عليها حرامي، تطلع عليكم قطاع طرق، ما لناش تدخل. عيلة ابو سلمة اتغاظت، قالت طب الواد من حقنا بقى، الواد صغير. فانتزعوه من ايديه للاغاظة، جاهلية زي الجاهلية اللي بتحصل دلوقتي.
الراجل بس فرق كبير. سيدنا ابو سلمة وستنا ام سلمة كانوا متفقين في امانة الله كويس، لكن دلوقتي راجل يطلق مراته يستعملوا العيال في التراشق، مال العيال. سافر ابو سلمة وام سلمة فقدت زوجها بالشكل ده، مشي وفقدت ابنها اللي خدوه اهله اللي هم اهل ابو سلمة. بعد الفاصل نواصل فيما كان من أخبار الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قبل سنة من العقبة الثانية هاجر أبو سلمة وترك زوجته أم سلمة ونزع منها ابنها، فأصبحت قد افتقدت الولد والزوج. حالة صعبة أوي، الست تحب ابنها ترعاه وكذا إلى آخره، لا دي فقدت الزوج وفقدت الابن. وبعدين أم سلمة كانت تخرج في مكان اسمه الأبطح في مكة المكرمة وتعيط، تطلع على تلة كده وتبص يا عيني للطريق اللي جاي من المدينة، ما هي مكة ليها شمال وجنوب، بحري وقبلي. بحري طريق يقول لك افتح وخش واخرج وضم، اللي فوق اسمه كدا تفتح الكاف، واللي تحت اسمه كدا، كدا اللي فوق بالهمزة كداء، كدا اللي تحت بالألف المقصورة زي مصطفى. افتح وخش واخرج وضم علشان تفتكر هي مين اللي كده ومين اللي كده. اللي فوق كده عشان افتح وانت جاي من المدينة، افتح وخش مكة، واللي تحت هتخرج منها على اليمن، يبقى اخرج وضم الباب، اقفل الباب وراك علشان تفتكر فين الفتح وفين ايه الضم. ففي الأبطح قعدت عيني تبص من جهة الشمال كده علشان ايه، لعل حد يظهر، لمدة سنة، لغاية ما واحد من أهل جوزها قال لهم أتتركون هذه المسكينة تبكي زوجها وابنها؟ أنتوا ما عندكوش عقل. فردوا إليها ابنها، خدها خدها، وسمحوا لها بالمغادرة. خدته في حضنها وجريت على ايه؟ على المدينة. مشيت 3-4 كيلو كده لوحدها، ومن هنا اخذ الفقهاء جواز سفر المرأة اذا كان الطريق غير مخوف وحدها. مشيت لوحدها 3-4 كيلو، قابلها واحد اسمه عثمان بن طلحة. لا راح فين؟ قالت له رايحة المدينة عشان ابو سلمة هناك. الله الله، انت عارفة المدينة دي بعدها قد ايه؟ ده احنا بيننا وبينها حاجة بتاع 450 كيلو. دلوقتي طلع عليك ديب، طلع عليك حرامي، طلع عليك حاجة، هتسافر لوحدك ازاي؟ قالت له لا يكون الا ذلك. هي الحياة بقى لها طعم من غير ابو سلمة والواد معايا، خلاص اروح. كانت تحبه قوي
أم سلمة كانت تحب زوجها أبو سلمة قوي خالص، لما مات زعلت تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبدلك خيرا منه. فقالت: لا خير بعد أبي سلم. مين دل خيرا منه؟ طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أبو سلم بقى ولا أبو سلم، ده طلع سيدنا صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا لعل الله سبحانه وتعالى يبدلك بخير منه. المهم الحاصل، ستنا أم سلمة عثمان بن طلحة ده راجل شهم ومش مسلم بس شهم، ألا لا يكون ذلك أبدا، زي عيني الناس الطيبين بتوعتنا بتوع زمان الجدعان، دي بنت حتتي ويدافع عنها مش يعكسها، لا دي بنت حتتي، بنت حتتي يبقى لازم ادافع عنها واحميها. كلام حلو بس ده مشرك. ايه بس هو راجل. فسافر معها عثمان الى قباء. قباء دي حدود المدينة، يعني اول ما نوصل لقباء وكأننا وصلنا المدينة، حتى انها ترى من مكان عال في المدينة، يعني لما تطلع كده على نخلة ولا كده قم تشوف قباء قدامك، لانها حدود المدينة مرئية بالنظر من داخل المدينة. وصلها قال لها: خدي بالك دي حته هي جناين وكذا اسمها قباء، زوجك في هذه المدينه، وقال عليها المدينه، زوجك في هذه المدينه، السلام عليكم بقى. وراح راجع، يعني ارهق، لكن لا دي بنت بلدي ما سيبهاش. وصلها عثمان بن طلحة إلى المدينة. أدي دي صورة من الصور. نقول لكم صورة تانية من الناس اللي كانت بتهاجر دي، صهيب. صهيب ده كان من الروم، أبيض كده وعينيه خضر وبتاعه حاجات حلوة كده. جه مكة واشتغل فيها، والروم نصحين في التجارة ونصحين في الحاجات دي، فاغتنى وأسلم. صهيب الرومي ده مش من مكة، مش من العائلات ولا القبائل، لكن ده وارد خواجة. وبعدين أم عايز يهاجر، قالوا له: لا يا شيخ، ده انت خواج وجاينا وتاخد فلوسنا وتاخد بعضك وتمشي، احنا لازم نصادر اموالك. قال لهم: يا سلام، جيتوا في جمال، خدوا اموالي اهي وسيبونا امشي، انا لا انا عايزكم ولا عايز الاموال اللي انا حصلتها بعرق جبيني وبمجهودي وبنصحتي وبشطرتي وربنا رزقني، مش عايز، خدوها ايه. فراح الخبر لسيدنا النبي، قالوا له: ده صهيب عمل موقف ما يتعملش، قال لهم: الاموال اهي، وخد بعضه ومشي. قال: رابح صهيب، رابح صهيب، رابح صهيب. الله، انت عايز حاجة بقى تاني؟ ده اشترى الجنة. وفي حد بيشتري الجنة؟ ده صهيب اشترى الجنة. خلاص رابح صهيب، انتهى الامر. وسافر صهيب الى المدينة الى لقاء اخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.